يلا قولي رجعنا، قولي رجعنا تاني. خلاص هي كده خلاص فيدت. اول ما ارجع اقول في البيت مش عايز اقول لكم عامله ايه، والله ما في حاجه مكانها، ما فيش حاجه مكانها، لكن هنا بس مكسوفه بس معلش. هي حبينا نطلع كده ونقول لكم لسانه طيبين كانت معانا. طب قولي قولي للساده المشاهدين بقى، يلا قول لهم سلام، قول لهم سلام، يلا مكسوفه خالص. وهي هي عارفه، لا هي عارفه ان هي بتصور. فكل سنه طيبين ان شاء الله، وعيد سعيد رب على الجميع، عيد سعيد على كل اهالينا في غزه، وبقول لهم كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب كده يعود عليكم الايام ان شاء الله بخير، ترجعوا لبيوتكم سالمين ان شاء الله باذن الله. ربنا اللي كان عالم قد ايه احنا كلنا يعني احنا مشغولين بحاجه الكحك وكده، بس تعالى شوف المساجد كانت عامله ازاي يوم 27 وهي بتجلجل بالدعاء لكل اهلنا في غزه، وده بجد والله، وكانت من قلب الحاجه، شيوخ حرفيا والناس كلها كانت بتبكي بحرقه، وكانت من قلب. يا رب يستجب ان شاء الله كل الدعاء اللي احنا دعيناه لاهلنا في غزه ان شاء الله باذن الله، ربنا يستجيب والغمه دي تتزال باذن الله، ويرجعوا بيوتهم سالمين غانمين. رحم الله كل شهدائنا وكل اللي فقدونا، رحمه الله عليهم جميعا.